شو هذا اللي عظهره؟ غريبة، من وين اجوا هدول؟ كل ما عم يمرق الوقت صحة أبوك عم تتراجع، بلا ما يجي وقته وتندم. لو مكانك ما بتردد أبدا. لما كنت صغير كنا نصيد سمك، كنا نرجع وريحة تيابنا سمك. لما نخلص كنا نهرب على الحمام ونغسل قبل ما تشوفنا أمي وتعصب علينا. كنت كتير حب روح معك على الحمام، كنت تحط راسك على الحجر وكنت تقلي انك بتحب تسمع صوت المي، وانا كنت اتسطح جنبك وقتها كنت تقلي انه هذا الصوت بيذكرك بصوت شلالات ارض روم القوية. ما فيني جيب لك اياها، حتى اذا بدي ما فيني. ريحانة قالت لي اطلع من حياتي، وقالت لي لا تخلق الحجج لتشوفني. وقالت انه هي رح تشوف حياتها وبدها اياني انا اعمل هيك. سامحني بابا، بترجاك سامحني. عم تفهمني؟ ما رح اقدر اجيبك.